واي أودي أشكركم من كل قلبي على ردود أفعالكم على الكولكشن الجديد. يعني صدق ما حطيت أنا ردود الأفعال وانشغلت وايد وكان عندي لوية، بس ترى قاعدة أتابع يعني ما بقى منه إلا عدد قليل جدا. كنا مسوين كمية وايد كبيرة، وايد وايد كبيرة. شكرا جد، شكرا شكرا، لأن هذا من الأشياء اللي وايد وايد يعز على قلبي. فلما تكون ردود الأفعال عليه بهالطريقة المينونة شكرا والله جد، يعني حسستوني أنه فعلا سويت شيء وايد حلو وعجبكم وحبيته. برجع أذكركم باللي داخل البوكس، مكونات كل خلطة موجودة بالبوكس. استوحيت فكرة الثلاث خلطات اللي موجودة بكوليكشن بثينة الرئيسي الجديد من عمان. شنو الروائح اللي تتميز فيها عمان وأرض عمان؟ أكثر المكونات اللي نستخدمها في عطورنا، في الروائح اللي تميز بيئتنا، حطيتها كلها في مكوناتها ثلاث خلطات. الخلطة الأولى عمان. عمان تتميز بالمسك الهولندي. المسك الهولندي ليش أنا حطيته؟ لأن المسك الهادي، بغيت عمان ترتبط ريحته بالهدوء. فلما حطيت فيه اللبان حبيت أطخخها بالمسك الهولندي، وهم عطيته شخصية وهيبة بالأغار وود. الأغار وود معروف بلدعته المميزة، وختمت هيبته خشب الصندل. العطر كلاسي سموكي إيرثي، وايد راح تحسونه قريب من القلب وشي ما مر عليكم قبل. أنا واثقة من اللي قاعد أقوله. حتى اخترت إن الغرشة تكون بلاستيك مقوى عشان تكون خفيفة وحجمها خفيف، تنحط بجناط السفر. أدري فيكم سيزن سفر وسيزن تنقلات وشاليهات وأشياء، فاهتميت أنه يكون الشكل الخارجي وايد بسيط، وايد 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 بسيط، مو متكلف نهائيا، علشان أهتم بتركيز العطور وجودتها، وعلشان هم سعره يكون مناسب للكل، وأن هالخلطات الثلاثة تكون عند أغلب متابعيني إذا مو كلهم. نية حق مجان ومكونات مجان. لمتابعيني اللي يسألون شنو مجان بثينة، مجان أحد أسامي عمان قديما، كانت تسمى بمجان ولا زالت تذكر ساعات بهذا الاسم، فلها ارتباط بماضينا، بحضارتنا، بتاريخنا. فحبيت يكون أثقل شوي، حبيت يكون من العائلة الجلدية اللذر. اللذر وايد يكون قريب من الفخامة ومن التراث، فاللذر مع تتش العود الهندي يعني تبرز العطر، تبرز العطر وايد. وهمن حطيت فيه نكهة البخور علشان يكون سموكي. أنا أحب العطور السموكية وايد، أحب التتش السموكي بالعطور أو بالخلطات اللي أنا أقدمها لمتابعيني، لأن متابعيني أغلبهم ذوقهم نفس ذوقي. فهذا الجو العام حق مجان، لذري وودي سموكي كذي، يعني من هالفئة. فلا هذا شيء همن فاخر، شيء مرتب. أنا متوقع الرجال راح يعشقون مجان. أنا متأكدة أراهن أن كل متابعيني الشباب أو الرجال راح يحبون الثلاثة، لأن العطور هذه والخلطات هذه يونيسكس للرجال والنساء. اخترت مزون أختم فيه لأن هذا أفخم عطر بالمجموعة، أفخم عطر من ناحية الثقل. فمزون من مكونات العود الهندي مع أخشاب شرقية ومع تاتش من التوت البري والشاي الأخضر، يعني يعطي لدعم من نوع آخر تماما. وايد العطر إيرثي، أرض عمان تقولون الله، العطر هذا الثبات مو طبيعي. العطر هذا إذا رشيتوه راح
كل نص ساعة يقلب معاكم ريحة العطر ويصير أجمل وأجمل، لأن هذا كل ما امتزج مع السكن بالذات يعطيكم ريحة أجمل. هذا العطر وايد 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 قريب، وايد قريب من الشخص اللي يستخدمه. سبحان الله، في عطور ما تقدرون قيمتها إلا لما تحطونها على الجلد. ليش إحنا ساعات نحتار لما نختار عطور ونقول يلا خلينا نجربها على السكن نشوف شلون تطلع، وبعدين تصدمكم على السكن؟ هذا كذي، وكل ما برد كل ما صار أجمل. العطر فخم ثقيل للمناسبات، مكوناتها غريبة نوعا ما وتركيبتها غريبة نوعا ما، ولكن النتيجة ما أوصف لكم. جربوا قولوا لي، وهم ناطرة رأيكم. يعني أغلب 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 الناس تتوقع وصلهم الأوردر، صوروا لي رأيكم، وايد يهمني بالذات بهالكوليكشن. الله يخليكم، راح أسهر اليوم وأنطركم جد، لأنه يأثر فيني، وايد يأثر فيني بالذات هالكوليكشن. أبي رأيكم فيه بصدق. وأهل عمان، أهلي وناسي، يا الله إيش أقول لكم يا ربي. لأن اليوم لما تشيكت مع بوتيكات قالوا لي أكثر دولة أخذت من كوليكشنج عمان. شكرا لثقتكم ومحبتكم ودعمكم، كل شيء كل شيء، والله يعني ما أعرف إيش أقول، قلب اللسان لأن صار في فيلينجز ومشكلة.